أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سيجنال. طرحت إحدى الشركات مؤخرا حلا للتخلص من إدمان الكثيرين لهواتفهم الذكية، وهو هاتف صغير الحجم يحمل اسم لايت فون 2. كشفت شركة لايت الناشئة عن هاتف جديد يهدف إلى مساعدة العالم في التخلي عن إدمان هواتفهم الذكية والتطبيقات المختلفة، ويحمل اسم لايت فون 2، وهو لا يضم شاشة تعمل باللمس ومواصفات حديثة مثل الهواتف الذكية الأخرى، بل أنه بسيط ويمكن من خلاله إجراء المكالمات والقيام بالأمور الأساسية فقط. يأتي هذا الهاتف في الوقت الذي تنتشر فيه التحذيرات عن مدى تأثير قضاء وقت طويل أمام الشاشة على أدمغتنا، بالإضافة إلى المطالبة بالحد من وصول الأطفال إلى الهواتف الذكية. والهاتف الجديد لايت فون 2 تم تصميمه لإدارة بعض المهام التي تبقينا على اتصال مع العالم، لكن دون اللجوء إلى استخدام الهواتف الذكية التقليدية، حيث يمكن من خلاله إرسال الرسائل والاتجاهات. ووجدت البيانات الأخيرة من شركة تحليلات فلوري أن الأشخاص في الولايات المتحدة يستخدمون الأجهزة المحمولة لمدة 5 ساعات يومياً، في حين وجدت دراسة من شركة دعم التكنولوجيا أسوريون أن الأمريكيين يتحققون من هواتفهم 80 مرة في اليوم في المتوسط. من الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من الهاتف ظهرت عام 2014 وحملت اسم لايت فون، وكان لها نفس الفكرة والتصميم ولكن مع مزايا أقل. كشفت شركة فيفو الصينية عن أحد الهواتف المثيرة للاهتمام، والحديث هنا عن هاتف فيفو أبيكس الذي قدمته الشركة كمفهوم لما ستكون عليه الهواتف خلال الفترة القادمة. استعرضت شركة فيفو الصينية مؤخرا هاتف أبيكس بمواصفات تميزه عن جميع الهواتف الذكية الموجودة، وأهم ما يميز هذا الهاتف هو شاشة أوليد بحجم 5.99 إنش التي غطت كامل مساحة واجهته الأمامية تقريبا، وأخلت من أي عناصر إضافية كالكاميرا الأمامية وماسح بصمات الأصابع. وتمكنت فيفو من استغلال 98% من مساحة الواجهة الأمامية للهاتف بفضل التقنية المميزة التي وضعت فيها الكاميرا الأمامية داخل جسم الجهاز لتخرج للأعلى حين الحاجة لاستعمالها، فضلا عن أنها دمجت ماسح بصمات الأصابع تحت الشاشة مباشرة، أي أنها أحرزت الخطوة التي عجزت سامسونج وأبل عن القيام بها منذ سنوات. ومن أهم التقنيات الأخرى التي تميز هاتف فيفو أبيكس الجديد هو المعالج الذي جاء من نوع كوالكوم سناب دراجون 845، والذي يعتبر واحدا من أفضل معالجات الهواتف الموجودة حاليا، فضلا عن الكاميرا الأساسية المزدوجة ونظام هاي فاي الفريد للصوتيات. وفقاً لتقرير جديد للمحللين، سيتم الكشف عن مجموعة أجهزة آيباد برو لشركة أبل لعام 2018 مع ميزة فيس آي دي في شهر يونيو. اقترحت التقارير الأخيرة بأن لدى شركة أبل 2 من الأجهزة اللوحية الجديدة التي سوف تصدر في المستقبل غير البعيد، ومن المتوقع أن تضم هذه اللوحيات الجديدة تقنية فيس آي دي التي عرضتها شركة أبل لأول مرة مع آيفون إكس في العام الماضي. والآن يقول أحد المحللين بأن إصدارات جديدة من آيباد برو ستدخل مرحلة الإنتاج الضخم قريبا، ولكن لن يتم إطلاقها للعملاء إلا في الربع القادم.
كشفت الإيداعات التنظيمية الأخيرة من أبل أن الشركة تستعد لإصدار 2 من لوحيات آيباد الجديدة في المستقبل غير البعيد. أبل نفسها لم تقل أي شيء عن لوحيات آيباد برو الجديدة حتى الآن، ولكن هذا متوقع لأن الشركة لا تتحدث عن منتجاتها الجديدة حتى تقوم بالإعلان عنها بشكل رسمي. المحلل جون جانك من مؤسسة روزنبلات سيكيوريتيز يتوقع أن تقوم شركة أبل بشحن ما يصل إلى 8 ملايين وحدة من لوحيات آيباد الجديدة في الربع المقبل، ومن المتوقع أن تقوم شركة أبل بإطلاق إصدارات محدثة من آيباد برو 10.5 وآيباد برو 12.9. ولعل أكبر إضافة في هذه اللوحيات الجديدة ستكون هي كاميرا ترو ديبث في الواجهة الأمامية التي سوف تجلب ميزات مثل فيس آي دي وأنيموجي إلى لوحيات آيباد. ومن المتوقع أن تضم لوحيات آيباد برو الجديدة المعالجة أبل A11X. قدمت شركة جودير تقنية جديدة للإطارات سمتها بأكسجين، والتي صممت لتحسين أداء المركبات الكهربائية. شهد معرض جنيف الدولي للسيارات 2018 إزالة الستار عن إطار جودير الحديث المبتكر، إذاناً بعرض شيء من المستقبل وفق حل تخيلي مبتكر لتحقيق أداء أنظف وأيسر وأكثر أماناً واستدامة عند قيادة المركبات في المناطق الحضرية. وأطلقت الشركة على فكرتها الجديدة اسم أكسجين، وهو إطار يمتاز بتصميم فريد ينطوي على طحالب حية تنمو بداخله. واستنادا إلى منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 80% ممن يعيشون بمناطق حضرية تقاس فيها نسب تلوث الهواء معرضون لمستويات تلوث تتجاوز الحدود. وفي هذا السياق أفاد كريس ديلاني رئيس شركة جودير في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلا إنه في ظل التوقعات التي تشير إلى إقامة أكثر من ثلثي البشر في المدن بحلول العام 2050، فإن معدلات الطلب على شبكات النقل في البيئات الحضرية ستزيد زيادة كبيرة، ومن ثم لابد من توفير بنية تحتية وخدمات نقل أكثر ذكاء ورفقا بالبيئة. فكرة الإطار الجديد مستوحاة من مبادئ الاقتصاد الدوار، مع التركيز على تقليل المخلفات والانبعاثات وخسارة الطاقة. لذلك صمم إطار أكسجين من جودير ليحقق التكامل التام بين مكونات البيئة الحضرية المستقبلية. أعلنت جوجل عن توافر نسخة تجريبية للمطورين من نظام أندرويد بي لهواتف بيكسل، والذي يركز على تغييرات ستؤثر على المطورين. طرحت شركة جوجل النسخة التجريبية الأولى من نظام تشغيلها الجديد أندرويد بي، وحتى الآن لم يتم الكشف عن الاسم الرسمي للإصدار القادم من شركة جوجل لهواتف أندرويد، ولكن هذا لم يمنع الشركة من توفير النسخة الأولى للمطورين للاستفادة منها في برامجهم المقبلة التي يقومون بتطويرها. وتم تصميم أندرويد بي للسماح للمصنعين ومطوري التطبيقات بالاستفادة بشكل كامل من الشاشات الجديدة التي تحتوي عليها أغلب الهواتف الذكية التي ستكون متاحة هذا العام والتي تأتي بشق في الأعلى، ويمكن للمطورين الوصول إلى كميات كبيرة من البيانات في وقت واحد من الكاميرات التي توجد على أي جهاز يعمل بنظام التشغيل أندرويد بي. ويوفر أندرويد بي واجهة أكثر اتساقاً لمصادقة بصمات الأصابع عبر التطبيقات، ويقوم البرنامج الجديد أيضاً بتغيير الإعدادات الافتراضية لتكون أكثر أماناً.
كما يقيد أندرويد بي إمكانية الوصول إلى ميكروفون الجهاز والكاميرا وأجهزة الاستشعار من التطبيقات الخاملة. ويمكن للتطبيقات استخدام اختيارات ميسجينج ستايل الجديدة لتضمين المزيد من المعلومات داخل الاختيارات ذات الصلة بتطبيقات المراسلة. أعلنت شركة مايكروسوفت عن منصة للذكاء الاصطناعي تهدف لتطوير تطبيقات ويندوز 10. أعلنت شركة مايكروسوفت عن منصة للذكاء الاصطناعي قادمة في الإصدار التالي من ويندوز 10، حيث تستخدم الشركة بالفعل الذكاء الاصطناعي في عدد من الخصائص بالنظام، ولكن المنصة الجديدة ستمنح المطورين أدوات لتطوير تطبيقاتهم وإدخال ميزات الذكاء والتعلم الآلي. المنصة الجديدة ستمنح المطورين القدرة على الاستفادة من نماذج التعلم الآلي المدربة مسبقاً لجلب تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى التطبيقات. وبالإضافة إلى ذلك، المنصة ستسمح بمعالجة المهام داخلياً بدلاً من إرسالها للخدمات السحابية، وهذا سيسمح بالمعالجة والتحليل الفوري بدلاً من الانتظار. وتعزز جهود مايكروسوفت لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي من خلال الشركات مع صانعي الأجهزة والمعالجات بما في ذلك كوالكوم وإنتل وإنفيديا. وتقول إنتل إنها تعمل مع مايكروسوفت لتطوير معالجات تدعم الذكاء الاصطناعي لأجهزة الكمبيوتر، بحيث تكون قادرة على التعامل مع مهام التعلم العميق والآلي. كشف أخيراً مشاهدينا عن نسخة إنتاجية من أول سيارة قابلة للطيران حقيقية في العالم، حيث يمكن لهذه المركبة الشخصية الأرضية والجوية بالفي أن تصل سرعتها إلى 180 كيلومتراً في الساعة على الأرض وفي السماء. كشف عن نسخة إنتاجية من أول سيارة قابلة للطيران حقيقية في العالم في معرض للسيارات في جنيف، حيث أكدت شركة بالفي انترناشونال الهولندية أن المركبة الشخصية الأرضية والجوية بالفي التي تبلغ قيمتها 440 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 600 ألف دولار، يمكن أن تصل سرعتها إلى 112 ميلاً في الساعة، أي نحو 180 كيلومتراً في الساعة على الطرق وفي السماء. وتم عرض المركبة ذات المحركين والتي تشبه الهجين بين دراجة نارية وطائرة هيليكوبتر من قبل الشركة قبل شحن الدفعة الأولى من الطلبات المسبقة في عام 2019. هذه المركبة التي تم الكشف عنها في معرض جنيف للسيارات في سويسرا هي طائرة تحركها ثلاث عجلات يمكنها حمل شخصين، وهي معتمدة رسمياً للاستخدام على الطرق وفي السماء في كل من أوروبا والولايات المتحدة، وهي مصنوعة من ألياف الكربون والتيتانيوم والألمنيوم، وتزن 680 كيلوغراماً، وتحتاج إلى مدرج بطول 165 متراً للإقلاع و30 متراً فقط للهبوط. وتم تزويد المركبة بنظام معالجة مشابه لمنصة الدراجات النارية، والتي تعتمد على السائق في إمالة المركبة بعصا التحكم على الأرض وفي الهواء. وتهدف شركة بالفي انترناشونال بعد 6 سنوات من الاختبار إلى التفوق على منافسيها من خلال أن تصبح هي الشركة الأولى في العالم لتصنيع السيارات القابلة للطيران. وقد بدأ التجميع النهائي لمركبة بالفي ليبرتي بقيمة 600 ألف دولار في شهر أكتوبر. وتهدف الشركة إلى تسليم أول سيارة تطير
إلى عميلها الأول في العام المقبل. وتتوقع الشركة في عام 2019 إنتاج ما بين 50 و100 سيارة قبل أن تصل إلى بضع مئات في عام 2020. أما النسخة الأرخص إلى حد ما والتي سيتم إصدارها بعد ذلك وهي بال في ليبرتي سبورت، فسيبلغ سعرها 335,000 دولار. صرح الرئيس التنفيذي لشركة هواوي بأن الشركة تعمل على إطلاق الجيل الثالث من ساعتها الذكية، ولكن أكد أنه لن يتم طرحها في الوقت الحالي. أعلنت شركة هواوي الصينية عن نيتها التأخر بطرح الجيل الثالث من ساعتها الذكية هواوي واتش 3، بعد أن كانت هواوي قد أكدت منذ مدة على نيتها طرح هذه الساعات خلال معرض موبايل وورد كونغرس 2018. عاد المدير التنفيذي للشركة ليصرح مؤخرا بأن الشركة لن تستعجل بطرح تلك الساعات، لأن هذه العملية قد تؤثر على مبيعات هواوي واتش 2 التي طرحتها سابقا. وأوضح المدير أن شركته طرحت الجيل الثاني من ساعتها الذكية خلال معرض موبايل وورد كونغرس الذي جرى العام الماضي، وأن مبيعات هذه الساعات لا تزال تحقق أرقاما جيدة ومرضية بالنسبة للشركة. وبالرغم من ذلك فإن هواوي عازمة على طرح ساعات أحدث، ولكن في الوقت المناسب. كشفت شركة سامسونج عن إطلاق تشكيلة تلفزيوناتها الجديدة لعام 2018 في الحدث الاستثنائي First Look الذي جرت فعاليته في نيويورك. أعلنت سامسونج عن أجهزة التلفاز بالدقة الفائقة QLED 4K لهذا العام، والتي ركزت فيها على خصائص التحكم بأجهزة المنزل الذكي أكثر من التحسينات في جودة الصورة. وتأتي أجهزة التلفاز الجديدة مزودة بالمساعد الصوتي الخاص بالشركة بيكس باي، كما تعمل الأجهزة كمركز لمنصة سمارت ثينكس للتحكم بأجهزة المنزل الذكية من سامسونج مباشرة من الشاشة. وتقدم سامسونج هذا العام 4 سلاسل من أجهزة التلفاز أدناها من حيث السعر وجودة الصورة، وهي Q6 وتزيد بالتدريج نحو Q7، Q8 و Q9. وإن كنت من محبي الشاشات المنحنية فإن كل سلسلة توفر خيارين للشاشات المسطحة أو المنحنية من الجوانب. أما بخصوص التحسينات في جودة الصورة فإن سامسونج تقدم هذه المرة مستويات أعمق للون الأسود الذي تتميز فيه شاشات OLED، وتميزت سلسلة Q9 بألوان HDR أفضل من البقية، وجميعها تدعم جيل HDR 10+. من مزايا الذكاء في الشاشات وضعية Ambient Mode التي تتصل بالهاتف الذكي وتستخدم حساسه الخاص لمعرفة مستوى الإضاءة المحيطة في الغرفة لتعديل الألوان على الشاشة لتوافقها. وإليكم مشاهدينا مقطع فيديو يظهر مقارنة بين هاتفي آيفون إكس وسامسونج جالكسي S9.
وفي التقنيات المستقبلية إليكم مشاهدينا مقطع فيديو للإطارات المستقبلية التي لا تحتاج إلى الاستبدال. وإليكم مشاهدينا مقطع فيديو لشاحنات شركة أوبر ذاتية القيادة التي تهدف في المستقبل لنقل البضائع على الطرق السريعة. في عالم التطبيقات، أطلقت شركة جوجل تحديثاً جديداً لتطبيق جوجل ديو الخاص بمحادثات الفيديو، والذي يوفر للمستخدمين ميزات مهمة مثل ترك رسائل فيديو أو صوتية عندما يتعذر على الشخص الذي يتصل به المستخدم الرد على المكالمة. أعلنت جوجل عن إتاحتها لتحديث جديد طال تطبيقها للمكالمات المرئية جوجل ديو، وقد أتى التحديث بميزة أكثر من مهمة تركز على عدم فقدان الفرصة عند محاولة الاتصال على أحدهم ولا يستجيب، حيث سيدعم التطبيق ترك رسالة فيديو أو صوتية عندما يتعذر على الشخص الذي تتصل به الرد على المكالمة. وستتمكن من تسجيل رسالة كحد أقصى 30 ثانية صوت أو فيديو، وعندما تكون راضياً على رسالتك فيمكنك إرسالها فوراً، وعند مشاهدتها من قبل الطرف الآخر سيكون هناك زر التشغيل الجديد، ما عليك سوى النقر عليه، وبجانب هذا الرمز الجديد هناك رمز معاودة الاتصال. من ناحيته أشارت جوجل أن هذه الرسائل تختفي بعد يوم واحد من مشاهدتها، وهي تقع تحت سياسة التشفير التام من نهاية إلى نهاية، كما هو الحال مع المراسلات الفورية في التطبيق. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. دائما بإمكانكم التواصل معنا عبر موقع قناة العالم وصفحتنا على الفيسبوك. دمتم بخير، إلى اللقاء.